سلامة. الله يسلمك، مرحبا بيك مس. عايشك وبيك لباس. عايشك. قد ما نروح. عمك سالم الخلواوي أصيل ولاية الكاف، موظف بالبريد التونسي حاليا. كي نحكي اليوم على الفساد الإداري اللي تقريبا موجود في الإدارات التونسية الكل. صحيح، الفساد الإداري موجود في جميع الإدارات. نذكر مثلا على سبيل المثال السيارات الإدارية، ألقى مثلا ناس عندهم كراهب معناها ما يستعملوهاش. ليش؟ هذه تضر ميزانية الدولة وتنقص من الاقتصاد والمصاريف كبيرة. ماذا بينا يقع فيها التدقيق؟ مثلا ثم إدارات فيها ديشارج، فيها أعوان مثلا ما يخدموش، ماذا بينا نحولوهم لإدارات أخرى. ثم إدارات تنشد فيها نقص كبير ياسر فادح، وثم إدارات تلقى ستة مسؤولين وقاعدين مع بعضهم ما يخدموش، الخدمة يخدم فيها واحد برك. إذا ماذا بينا يقع فيها التدقيق هذه. هذا يسمى فساد إداري. ثم الفساد المالي، إذا مثلا ثم ناس نقول احنا تاخذ امتيازات وما تسحقهاش. اي ثم ناس داخله بشهايد معناها مدلسه سابقا. مثلا في البريد التونسي فما شكون معناها داخل بشهاده مدلسه؟ والله احنا في البريد التونسي نقوم بتدقيق كبير ياسر، قاعدين كل ما نلقوا حاجه ما نعلموا عليها ونحبسها. أمانة نقصد في إدارات كاملة، مش كان البريد بركة، الإدارات العمومية وخاصة الإدارات كما مثلا أنا نقول حسب ما تعلمني معلومات، ثم مثلا شاهد مدلسة كبيرة ياسر في فوسفات قفصة، مثلا في النقل، في الطيران موجود الفساد هذا، يضر بالبلاد ويضر بالاقتصاد ويضر بالميزانية العامة للدولة. يعني الناس تخلص ما هي شاهدها، شاهد مضروبة خاصة في عهد النهضة. إيش هذا نعرفوها احنا، الناس دخلت معنا بطرق ملتوية، نجيب باك بلس 5 وهو ما عندوش حتى مستوى، حتى سنة سادسة ابتدائي ما عندوش، ويخدم بها في وظيفة عمومية. ماذا بينا نحن من نطلبه والناجد السيد الرئيس كما رشدت قبل، ماذا به يأمر بالتدقيق في جميع الإدارات وجميع المسؤولين وجميع الموظفين حتى الوسطاء. مثلا رئيس مصلحة وهو ما ينتمي، ما يجيش رئيس مصلحة، هو جاي رئيس مصلحة وياخذ كرهبة الواش. ايه ماذا بينا نشوفوا نحن نجد نعاندوا الدول الراقيه. انا ريت مشيت لبرا وخرجت، انا وزيري في على الدراجه ناري. خرجت وين خرجت؟ خرجت لفرنسا مثلا. هي تتنقل الناس مثلا، مش ثلاثة واحد قاعد عنده مسؤول ياخذ اربع كراهب وكرهب اللي هو كرهب اللي شو. ماذا بينا الدوله ماذا هي تتمثل في السيد الرئيس، وتو عنده الصلوحات كل، ماذا به يعمل لجنه خاصه تتولى بالتدقيق في جميع الادارات. وأحكي على تطهير الإدارة التونسية. أي التطهير، احنا كنا احنا الناس مو في الحديث، بس ماناش تطبيق، مازالت الناس راقدة وتخلص، مازالت الناس جينا نحن معطيات وجينا معلومات، بيصير فينا نسافر ونمشي، تجي معطيات الناس راقدة وتخلص، ومحايزة البلايص تاع الناس أخرى، والناس باك بيسان قاعد يدور في المحطات، والناس مثلا نضرب مثلا عليا أنا الطفلة واحدة مهندسة ميكانيك طيران، العام جاي قالت باش نمشي نقرا في امريكا وما نقعدش في تونس. انا يعني تونس معناها الافاق قلت لها الطموح نتاع الشباب مشى، هاي يمشوا للبحر يرموا الروح، يهاجروا يشوفوا ينجحوا ولا يصلحوا او يطلعوا. لذا ماذا بينا نحن، ماذا بينا ان تكون لجنه قوميه من كل ولايه واحد، من كل ولايه واحد، مش نحن نجوا ندقوا على الصحه ونسيبوا وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، لا لا، من كل ولايه واحد ومن كل اختصاص واحد. هذه عملوها الدول اللي يحبوا كما سنغافوره وغيرها يحبوا يتقدموا، عملوا من كل ولايه واحد، كل اقليم واحد، ومن كل اختصاص واحد، ويجوا كل انسان. تو نحن في تونس اللي بلغ على الفساد يجمدوه او يحاسبوه او يعاقبوه او ينقلوه يطردوه ما لاشيني. قداش انا نعرف برشا ناس يجوا يشكولي من جميع الاختصاصات، قال نجي نبلغ نصبح مجمد او نصبح من حي البريد. ولذا من تكون اللجنه دي قويه. موظفين اليوم في الادارات التونسيه ولاو يخافوا انهم يبلغوا من الفساد؟ يخافوا، انا واحد من الناس ما نجمش نبلغ حتى على شيء، يخافوا الناس ما يبلغوش. هذا يعني انك انت عندك دوسيات؟ ما عنديش انا دوسيات ثابته، لكن نسمع من الناس ان الدوسيات اغلبها موجوده في الطيران، واغلبها موجوده في النقل، واغلبها موجوده في فصفات قفصه، واغلبها موجوده في الفارماسي مركزيه. الدواء مثل ماشي كيف انا عندي دواء السكر والدم، تو عندي معناتها تقريبا هذا العام هذا عامين ولا ثلاثه نشري فيه بفلوسي. رغم اني نحو عليه في الكنام وعندي 100 ريال نتاع البوست، ما ناخذش لان الدواء مفقود. وين الدواء يبيعوا فيه جماعه؟ نسمع يقولوا راهم يبيعوا فيه، شكون يبيع فيه؟ الله اعلم. لازم ثم لجنه في السبيطار، في السبيطار مثلا الحبيب ثامر او غيره او مجدي سليم ما نعرفش كيفاش، يشوفوا منهم فيهم يكونوا ادارات كما قبل ما كانت الناس يعلموا على اللي يشوف الفساد يشوفوه يعلموا عليه وما يخافوش، لانهم كانوا اول حاجه متشجعين يزيدوا يترقوا، مش تو اللي يخمم يبلغ على حاجه يصبح مشدود او يصبح مجمد أو يصبح مطرد.
قال لي تبدا الناس كلها خاف ما تقولش، من اكبر حتى السلطات ما يقولوش، ماذا بيا قاعد في بلاصه وقاعد يخدم على روحه في الامان. تعمل الدوله مع مبلغي الفساد؟ والله انا سمعت ريت نتاع النقضه ذاك نتاع الشركه سكك الحديد كي قال الدوله معناها بلغ على فساد في عدد مرات، لكن زاد وقع معناها السيطر عليه وقع معناها قمعه. ما قال هو قداش مرة سرق قال الدولة ما عاونتنيش. شكون عصام؟ عصام الدردوري ولا هذا؟ عصام فكري. عديد المرات أنا حتى بالتليفونات يكلمني عندي بعلاقة، قال كل ما نبدا نعمل في دوسي نبدا نخمم على أني باش نطرد ولا نخاف على أولادي ولا بناتي ولا كذا. ولذا نحن نحبوا لجنة قوية، نطلب من السيد الرئيس هو بيسيف تو عنده سلعة كل لجنة قوية. مش لجنة نتاع إنسان يبلغ وخايف في التركينة، لا يجي يحكي جهار. يقول انا راني نايم ممثل مثلا النقل او انا مش كيما النقابات مقصود، لان النقابات اذا دخلت برا نقول لك الحقيقه النقابي ما عادش يتحدث على الموظف ولا يتحدث على الفام دي ميناج. احنا في الفساد الاداري او مثلا الفساد الاداري عاد نحن واضح وباين. جاء السيد الرئيس الله يرحمه الباجي خالد السمسي قال انهاء المناولات، ما معناه؟ العساس رسموه وقاع انتدابهم رسموهم لكن ما يعطوهمش حقوق. ثم منحه فيها 6 ملايين تاخذ بالبسطجي برك والعساس ما ياخذوش، والعساس ياخذ وقت تو موظف عادي يخدم في درجين ولا ثلاثة، والعساس يخدم 12 ساعة. كيفاش هو ياخذ امتياز وياخذ منحة وياخذ كذا والعساس ما ياخذش؟ علاش؟ فهم دي مناج تخرج ب 100,000 وهي تنظف 12 ساعة قالوا لها وقع عندي ماجيك بالورقة وأنت تخدمي تحت السطين تاع البوسطة، معنا البريد فهي بريدية وغير بريدية، معنا هي تجيب كيما الجمل قبل يجيبها تمر وما ياكلوش، يجيبوا من جريد يحطوا الجماعة ياكلوه. فهم دي مناج والعساسة تو في البريد التونسي هما القطاع الوحيد ما وقعش معناه إدماجهم في البريد. وقع ادماجهم شكليا، هاو فساد هذايا رؤساء المديرين العامين قابلتهم الكل وحكيت على الموضوع هذايا، لا هي تو نشوفها تو نشوفوا الى يومنا هذا. عندي سؤال فيما يخص موضوع الأفارقة جنوب الصحراء، وانت تخدم عون بالبريد، سمعنا انه معناها قاعده فلوس من برا تجي معناها تمويلات خارجيه للأفارقة عن طريق البريد والبنوك، شنو هي؟ كمواطن تونسي نسمع في الحديث هذا، لكن الثابت في البريد التونسي ما سجلناش حتى حاله بالرقم بالكتابه معنا بالارشيف بالديتراس ما ثماش، اما كل الناس سمعوا الحديث هذا هاي ثم تمويلات تجيها وخاصه الناس ثم ناس يقولوا تجي على طريق الجزائر وناس يقولوا تجي في الكراده وناس يقولوا تجي في البطوات وناس يقولوا تجي في الكماين عبر الصحراء، اما الثابت في الاداره ما ريناش. ناس يقولوا تجي على البريد وناس يقولوا تجي على البنوك ما ثماش ما ريناش. خلي لي كلمه الختام. كلمه الختام نوجه تحيه لسيد الرئيس ونقول له اضرب بحديد على السراق والسارقين والمارقين على القانون، لان ثم ناس تو تسرق تحت الغطاء القانوني. ما معناه؟ انسان يتكلف هو ماخذ سلاحته كل يخدم كل شيء على كيفه هو، ماذا بينا يقع التدقيق في الادارات ويضرب بقوه على السراق اينما كانوا في كل المجالات.